السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر معكم الورقه اللي الصراحه سهله في التحضير، خصوصا مع الظروف اللي تنعيشوها بزاف الناس ما تيقدروش يعني ما تيلقاوهاش ولا ما يقدروش يخرجوا يجيبوها. المهم انا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي ساهله اللي تنخدم بها دائما والنتيجه ديالها رائعه. المهم اول حاجه في المقادير اللي غادي نحتاج عندي زلافه ديال الماء اللي عامره وزلافه ما عامرهش ديال الدقيق كما كتلاحظوا، دقيق الفورس، عندي شويه الملحه وواحد المعلقه ديال النشا، يعني هاد النشا كتبقى اختياريه، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. اول حاجه غنديروها هي غادي ناخذ الماء اللي ساهله في التحضير، ما تاخذش شي وقت كثير، كتخدموا بها اي حاجه بغيتوا. وغادي ندير الدقيق ديال شويه ديال الملحه غير باش تجينا مزيانه، هاد المعلقه ديال النشا. المهم على حساب الدقيق ديالكم، الا كان تيشرب غتزيدوا شويه ديال الماء، انا حيت الزلافه ما عمرتهاش بالماء مزيان، المهم الا زدت شي حاجه غادي نقولها لكم. غادي نخلط هادشي مزيان وضروري غادي نديرو في الخلاط باش يضرب مزيان كنخدم به ان شاء الله. كما كتعرفوا العجين ديال الورقه ما خصوش يكون جاري، خاص يكون عاقد باش نقدروا نهزوه بالشيطه ونخدموا به ان شاء الله. دابا غادي نجي نخلط ونحط فيه هذا الخليط ونخلطو مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطتو مزيان بغيتو تكتفوا غير بالطراب اليدوي حتى هويا راه تيخلط مزيان، صفيو واحد الصفه وصفيو وصافي تكتفوا بهذا الشيء. بغيتو ديروا الخلاط مزيان كيف ما كتشوفوا راه عاقد، يعني المقاد اللي درت لكم راه هما هذوك مضبوطين. صافي على هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا هانتوما الخليط راه عاقد. صافي دابا غادي نمشي ان شاء الله باش نبداو نطيبو ونوريكم الطريقه كيفاش كنخدمو. كيف ما كتشوفوا انا خديت واحد الكاسرونه اللي درت فيها الماء ودرت المقله، كيبقى لكم الاختيار نتوما كتحكموا في الحجم ديال الورقه ديال البسطيله ديالنا اللي كتخدموا بها كلشي. اول حاجه خديت واحد الشيته اللي درت بها واحد القطعه ديال الزيت ما تكتروش، صافي وتناخذ الخليط وتنحركو شويه كما كتشوفوا. صافي وكنبدا ندهن، ممكن نعمر غير الفراغات ديال المقله كاملين على هذا الشكل هذا. تخافوا منها والو، غير ما تغلطوش ما ديروهاش سميكه على هاد الشكل هذا. صافي تنخليها طيب، ملي كطيب كتوقف من الجناب يعني تتكرم شويه من الجناب، عاد تنزولوها وتنحطها فوق البلاستيكه وتندهن بالزيت. غادي نتسنى حتى طيب ونوريها لكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ها هي طابت صافي على هذا الشكل هذا. هانتوما ديك الوقيته تنحطها وتندهنها بالزيت اما بالشيته ولا ما بيديكم، ضروري ما نغطوها بالبلاستيك باش تبقى لينا طريه. نفس الشيء غنعاود ندير اللي درت في الاول، تندهن بشويه الزيت غير قطيره بحال يمسح وصافي، تنحرك الخليط صافي تنعمر الفراغات ديال المقله كامله. كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار في المقله على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما ديال الورقه.
انا تنديرها غير صغيره صراحه، كتجي هكا زوينه صافي. تنعمر غير الفراغات اللي بقاو ليا وتنخليها طيب طيب غير على البخار دراك طيب على هذا الشكل هذا. المهم انا غادي نكمل على نفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذه الورقه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، الصراحه كتجي رائعه وناجحه 100%. ما شفتوا معايا الطريقه والخدمه ديالها راه ساهله، يعني اي وحده تقدر تصوبها. هانتوما كيفاش كتجي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. كتعرف كيف ما كتعرفوا دابا راه الانسان ما تيقدرش يخرج، خصوصا مع الظروف اللي تنعيشوها ما تنقدروش نخرجوا من الدار باش ناخذوها. هما صوبوها راه ساهله في التحضير، استغليت الفرصه وغادي نصوبها ان شاء الله بريوات او السيجار اللي بغيتو. انا يا سبق لي واحد درت دابا الحشوه اللي درت فيها الخضره، درت فيها خزو والفلفله قطع صغيره، خزو حكيتو، درت العطريه، درت غير شويه الخرقوم عرق والابزار سكينجبير، ودرت شويه الملح والزيت. المهم نديرو اللي بغيتو نتوما، درت قطع ديال الدجاج وخليتها حتى بردات وضفت عليها الفرماج، يبقى اختياري ديرو اللي بغيتو نتوما، عمرو باش ما بغيتو. غير هو ملي صوبت الورقة قلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى هاد لي سيجار ان شاء الله. عندي هنايا شوية ديال الدقيق والماء باش غادي نلصق الورقة، كما كتشوفو راه تجي رقيقة. كندير واحد الكميه ديال الحشوه على هذا الشكل هذا. تديروا هذا الجزء هذا باش تخلوش الحشوه تخرج لكم صافي، حتى نغطيها من الجناب. شويه ديال الدقيق والماء غير باش تلصق لينا ونتفاداو تخرج لينا الحشوه على هذا الشكل هذا صافي، ونحطها في اللاطه. المهم انا غادي نكمل هذه الكميه ديال الورقه كامله اللي صوبت ونرجع معكم ان شاء الله.
كيف ما كتشوفوا انا كملت الكميه ديالي سكر كامله، انا ما برمتهمش بزاف، برمتهم غير شويه كما كتلاحظوا معايا. صافي دابا غادي ندير لهم غير الزيت، غادي ندهنهم، كيدير لهم واحد القرمشه اللي رائعه، غادي ندهنهم من الفوق ومن التحت. كيبقى بغيتو ديروا شي حاجه من فوق منهم بحال فرماج كيف ما غندير انا، كيبقى اختياري. غادي ندهنهم من الفوق كاملين وغنديرهم على حراره متوسطه. على هذا الشكل هذا غادي ندهن كلشي، يعني طريقه بسيطه ضغط غادي ندهنو. صافي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ الفرماج اللي حكيتو، غادي نحط واحد الكميه اللي قليله غير الفوق هكا، كيبقى اختياري، ما بغيتوش ديرو ما ديروش. انا غادي نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي وغادي ندير وندخلو الفرن باش يطيبو ان شاء الله، ونرجع معكم الشكل النهائي ديالهم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال لي سيغار ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. الا ما بغيتوش ديروا الفرماج ما ديروش، كيبقى اختياري صراحه، كيجي رائعين وبنان، فيهم واحد المذاق الصراحه زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، مازال ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، نشارك معكم حتى الحشوه. انا غادي نوريكم وحده كيفاش كتجي، تجي مقرمشه وعامره هانتوما، صراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله الورقه اللي قدمت لكم اليوم تكون عجبتكم، وتجربوها ان شاء الله، وتحاولوا ان شاء الله تجاوبوني في الكومنتير. كاع الناس اللي عاد دخلوا القناه ديالي كنتمنى تابوناو فيها، ديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. والسلام عليكم الى فيديو جاي.